نتحول إلى الأخبار الاقتصادية، حيث يبحث وزير التموين الدكتور خالد حنفي إمكانية استيراد لحوم من الكونغو وبطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية وسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة للمواطنين. كما يبحث الوزير تصدير سلع غذائية من منتجات الشركات التابعة لشركة القابضة لصناعة الغذائية إلى دولة الكونغو. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع كريستيان كانيكي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الكونغو. أتاحت وزارة المالية 104 ملايين جنيه لصرف مستحقات الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة قبل إجازة عيد الأضحى. يقدم برنامج تكافل دعما نقديا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة بمبلغ 325 جنيه في الشهر. أما برنامج كرامة فيقدم دعما نقديا للفرد وليس للأسرة، والأفراد المستحقون له هم المسنون فوق 65 سنة والمعاقون غير القادرين على العمل. ويقدم البرنامج للشخص الواحد 350 جنيه، وللشخصين 700 جنيه، وللثلاثة 1050 جنيه في الشهر. أكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي تعليمات خاصة بمنع حصول فئات من المجتمع على قروض أو خدمات مصرفية. أوضح البنك أن إتاحة الخدمات المصرفية هي الهدف الأساسي لمفهوم الشمول المالي لحصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ اليوم. نشر موقع هيئة المجتمعات العمرانية والمخططات التفصيلية المخططات التفصيلية لعمارات ووحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر والمطروحة للحاجزين الذين لم يفوزوا بوحدات في المرحلة الأولى. أما الحاجزون الجدد فتطرح أمامه المرحلة الثانية عقب عيد الأضحى. تشمل 25 ألف وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة، وتطرح كراسات كراسات الحجز اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، على أن يتم بدء الحجز اعتبارا من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل. ربحت البورصة المصرية نحو 6.4 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو 447.4 مليار جنيه، بارتفاع بلغ نحو 1.4%. أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة ارتفاع أحجام قيم التداولات لتصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، مالت فيها تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب وغير العرب نحو الشراء. إلى أسعار الذهب والتي ارتفعت اليوم بمعدل جنيه ونصف الجنيه لسعر الجرام الواحد نتيجة لارتفاع سعره عالميا، حيث وصل إلى 2138 دولار للأوقية، إذ سجل عيار 18 نحو 225.85 من 100 من الجنيه، وعيار 21 سجل 263.5 جنيه، أما عيار 24 فسجل 301.15 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 2108 جنيهات.